لاحظ هذا التغير، بيبدي هذا الطالب يتساءل مع نفسه. فقضية أن أصبحت عندنا فعلاً فئة من الطالبات المبدعات في هذا المجال، ويعتبر مصدر فخر لنا. يعني الماء نحن يعني دائما نصفه انه شريان الحياه. اذا الماء متوفر ونقي ويعني خالي من المشكلات، كل ما كانت الحياه افضل. سواء كان تمريض أو تعليم، وأنا ما حابة المهنة، كان ما بنجز فيها. إنزين، طبعا نحن في البداية ما كنا نعرف كيف يتكون الوادي ولا من هين يجي. أول شيء الأمطار، نزل الأمطار يروحن عند الجبال، ينزل على حياة يتراكم، يعني ينزل على كيت وادي. هو الفلج نفس القناة، قناة حجارية، فتمر بالمزارع الحين وأحياناً في البيوت. وش علاقة العمانيين بالمزارع؟ طبعاً تربطهم من زمان كبير، يعني أول شيء لأن إحنا في منطقة داخلية، فيعني ما يقدر مثلاً يستفيدوا من البحر، يجيبوا أسماك أو شيء كذا، فكان المزارع أكثر شيء اللي تفيدهم. ظهرة وأحسن يكون ظهرش على الشمس عشان تشوفي زين. أيوة كذا جلوب مع البروتوكولات الموجودة في برنامج جلوب. لكن بمرور الوقت الطالب جالس يتابع أي تغير يحدث في البيئة. لاحظ هذا التغير، بيبدي هذا الطالب يتساءل مع نفسه. لأن كنا رايحين على الوادي ركزنا على المياه أكثر شيء، فكنا نقيس ثلاث قوانم. أول شيء صفاء المياه والموصلية والحموضة أيضا. 8.30 هذا البي اتش. إيش علاقة الماء وتوفر الماء بصناعة الغذاء وتوفره؟ طبعا علاقة كبيرة، يعني بدون ماء ماشي حياة أساسا. طبعاً نحن هنا في الداخلية نواجه بعض الأحيان قلة في المياه، مع أنه هناك يكون مزارع، يعني من كمية المزارع كبيرة، لكن كثير من المزارعين في الباطنة يعانيوا من مشكلة التملح في التربة. آخر شيء استقرينا على الفكرة هذه لأنه كان مشكلة مجتمعية كبيرة. واحد اثنين ثلاثة. نوظف فيها النبات هذا، نبات احنا نسميه باللغة العامية الروغ، اللي هو الكومن ريدز بالانجليش. سبق واستخدمنا هذا النبات في مشروع سابق في التسميد، وكان يله تأثير إيجابي، وبالتالي فكرنا ان نحن نستخلص منه محلول ونوظف هذا المحلول كمادة مغذية في نظام الزراعة المائية. ونحن ترانا مقارنين لمدة أسبوعين، شايفين تأثير المحاليل المغذية العادية، ولمدة أسبوعين نتابع أيضا تأثير المحلول المبتكر من نبات الروغ. وبالفعل طبقنا الفكرة، وكان لمدة شهر نحن نراقب نمو النبتة المستخدمة في التجربة هذه. حصلنا انه يعني
مغذي النباتات بالمغذي الصناعي كان له نتائج أسوأ، فكان المفروض له نتائج أحسن حتى كان يعني الجذور ممتدة قصيرة. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الدراسة؟ زين. وكيف المشروع؟ الحمد لله. عن مدرسة اليوم؟ اليوم زهر الوادي. حول برنامج جلوب وأهدافه في أن أشرب بعض هذه الأهداف لابنتي. طبعاً أكسبهن هذا البرامج الكثير أو هذا البرنامج الكثير من المهارات المهمة، التحليل والمقارنة والملاحظة. مو السبب الأساسي هل القذور أم هي كذا؟ أكثر شيء القذور. نحن لما جينا نسوي المحلول أيوة. سوينا القذور ومع استخدام الساقية. يعني عندما نتكلم عن التغير المناخي هي قضية عالمية، عندما نتكلم عن التصحر هي قضية عالمية، ولذلك هذه القضية لا يبحثها فئة معينة من الباحثين دون آخر. فقضية أن أصبحت عندنا فعلا فئة من الطالبات المبدعات في هذا المجال ويعتبر مصدر فخر لنا. كنا صغار ترى دائما نغسل وجهنا وإيدنا بالماي أو أو يفطر صحي. أمي عم تطيح. أريد أيكون لي قيمة إني يعني كيف حميت بيئتي، كيف حميت مجتمعي. فلا لازم إن نحن حتى لو ما وجدنا الحلول على الأقل نعطي أفكار. لأني أنا أحب أشتغل بدل ما أجلس وأشوف، فذا يعني يخليني العمل يخليني استوعب اكثر من نظري. واحنا يعني في هذا العصر يعني واجد مشاكل بيئيه نواجهها وكوارث بيئيه، فيعني انه كفرد واحد على الاقل مثلا يعطي فكره عشان يساعد البيئه لو بشيء بسيط وينشر التوعيه، هذا شيء كبير بالنسبه لنا احنا كطلاب.